حقق منشد الشارقة شعبية كبيرة وحافظ على جمهور واسع من المشاهدين الذين يرتقبون مواسمه لمتابعة نجوم الإنشاد منذ انطلاق أولى دورات البرنامج في عام 2006. سلط البرنامج الضوء على يوميات منشد الشارقة والتي درج على تصويرها في أوقات خلوات المنشدين وفي فترات تدريباتهم وتمارينهم وفي جولاتهم المتنوعة في إمارة الشارقة بين مواقع عدة وممارسة رياضات متنوعة ليعيش المتابع لحظة بلحظة مع المنشد. لولاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صلي على محمد رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد رب صلي عليه وسلم. حابب أرجع باللقب لسببين. السبب الأول أنه ما حابب التعب يلي تعبوه يروح على الفاضي، أنه تعبوا بشكل منه كتير 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 كبير. والله سبحانه وتعالى يكرمنا، هو دائما بيكرمنا باللقب، لأنه أنا ما حابب يضيع التعب يلي تعبوه قدامي. أول أنا ما بتفرق معي، وصلت للنهائيات ينجحت. الأمر الثاني يلي هو كتير مهم، أنه لبنان من ب 14 موسم ما أخذ اللقب. اللهم صلي وسلم على أحمد محمد نبي الهدى صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى بعد الملائكة القائمين كذرة كعينا مع السجدا وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى. طبعا اشتاق اولا والدي ووالدتي، طبعا دول اهم حاجه بصراحه. يعني طبعا اشتاق لوطني كله بعد الوالد والوالده، وربنا ييسر ان شاء الله ونحمل اللقب ونرجع واحنا سعداء، وافرح كل احبابي واخواتي بيفرحوا على اقل حاجه. عندنا زي محمد صلاح مثلا لما يجيب جون تلاقي مصر كلها فرحت. انا عندنا في البلد دلوقتي بيحسوا ان يحيى وصل
لأحسن حاجة في الدنيا. فنجان قهوتها يدور على المدى فرحا يرحب بالوفود وحي هلا فأرى بها بغدا من شغف دنت وأرى بها هم الفؤاد قد انجلى يا حبيبي طبعا والله أنه طولت على أنه غيابي على بغداد، برغم أنه صراحة أننا ما يعني حسينا أنه في دار غربة، خصوصا أنه في دار كرماء اللي هي الشارقة، ولكن أيضا نشتاق يعني اشتاقيت هواي للعراقيين وإلى القعدات مالتنا، وحتى العشاء اللي دائما يكون بطريقة خاصة، يا أما مثلا أمام جامع أبو حنيفة بالعظمية، يا أما يكون مثلا بالكرخ القديمة. فإن شاء الله بعد هذه الحصيلة اللي صارت يعني نال أنه المركز الأول، والله أكيد أكثر شخص يعني راح يكون سعيد باستقبالي هو الوالد الله يحفظه، وطبعا كلش مشتاق له، والله مشتاق له قعدته وحتى صوته بالبيت. الله يطول إن شاء الله بعمره. طبعا نجاحي من نجاح ليبيا، فأكيد الليبيين يفرحوا، يعني ليبيا مليانة بالمواهب وبالأصوات الجميلة في كل المجالات، المبدعين يعني نوروا العالم أن ليبيا فيها فن يوصل للعالمية مش بس عربيا، يعني لكل شيء. اشتقت لجلستي، لأهلي، لأحبابي، لبلادي، ريحة بلادي ونسمة بلادي، كل شيء أكيد. يعني ما كل واحد يشتاق للمكان اللي هو ينتمي له، يعني بس أنا مبسوط هنا، يعني كل كأني بين أهلي برضه. فاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول، وعند الحديث عن المصطفى لساني وثاري صفي جميل، لساني وثاري صفي جميل. صراحة كتير اشتقت لأمي، أنا اشتقت لريحة الشام، اشتقت هيك للوجوه اللي بشوفها، رفقاتي، اخواتي، احبابي، اصحابي، اهل الشام هيك، بس شوف حدا من الشام بترتاح انت، اهل سوريا كلهم بيريحوا.
هيك اشتقت للياسمين الشامي، اشتقت لأكلات أمي الله يخلي لي إياها، هيك اشتقت وقت فيقني أمي صلاة الصبح تقول لي قوم صلي الصبح، اشتقت لخطبة الجمعة اللي عنا بالشام، اشتقت لشيخي يلي كل يوم هيك بشوفه تبارك فيه، اشتقت لفرقتي فرقة الإيمان أحبابي وروحي. مهما سوينا معاك الجنة يما تحت رجليك ويرضى ربي من رضاك يما ادعي لي بصلاتك عند رب العالمين أعفى عني وسامحيني أعفى عني وسامحيني آه يا أمي. أبو سلطان اسمي هو، يعني وشو بدي أحكي لك عنه، يعني حبيب قلبي والله سلطان، يعني يعني ما بدي أحكي، هو بس هو يعني جزء كبير من حياتي، بيمثل وماخذ جزء كبير من اهتمامي وحياتي، فمن الأكثر الأشياء اللي اشتقت لها في الأردن سلطان والله حبيبي، وهو من بداية الموسم يعني بلشنا نشتاق لأهلنا، بس يعني زاد الاشتياق لأهلنا لأحبابنا في الأردن، اللي الأجواء في الأردن، يعني أنا من محبي الشتوية، يعني كثير بحب الشتوية، والأجواء بالشتاء يعني في الأردن عندنا رهيبة، يعني أجواء المطر وأجواء الشتاء يعني من الأجواء المحببة عندي. اشتقنا لريحة المطر، لرائحة الفلافل الصبح. العمل هذا جماهيري، وتعرف شنو محاسن الجماهيري ومساوئ الجماهيري. المحاسن أنه أنت راح تضمن تفاعل الجمهور وياك، يعني ممكن يصير الجمهور وياك كورال، لأن عمل محفوظ كلمات ولحنا. المساوئ شنو؟ أنه أنت إذا ضفت جملة لحنية ما مدروسة أو درجة ما مدروسة، الجمهور راح يعرف بيها أنه هاي دخيل على العمل خارج عن التون الحقيقي. تمام أستاذ. هو يقصد الأستاذ وسيم أعتقد أنه أنا لما أغني مع الجمهور، الجمهور لما يغني معي كونه محفوظ، أي تغيير الجمهور راح يوقف عند هذا التغيير. فبالتالي أنت خسرت أن استمرار أداء الكورال، الجمهور ككورال وتفاعل معك. Thank you.
الله 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 يا مولانا لابد من فناء الملك يبقى لله لابد من فناء الملك يبقى لله الله 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 يا مولانا لابد من فناء السهرة الختامية مهمة للمنشد ولكادر العمل اللي متواجد في منشد الشارقة باختيار الأعمال، لأن حقيقة الضغط النفسي على المنشد أنه هو انتقل للمرحلة الأخيرة، وهذا العمل هو راح يتوج المنشد الأول، راح يكون المنشد الأول، فاختياره صعب، وإحنا نتمنى أن تكون سهرة جماهيرية من خلال اختيارنا لأعمالهم. فؤادي ينادي كلما مسه الظنا فؤادي ينادي كلما عندك جمل تلالالات تلالالانا تطي وتطي مدودات، يعني مو كل عرب، مو كل تحليات، مو كل هاي المدود حلو هنا. اختيار هؤلاء المتسابقين انبنى على أساس موسيقي بحت، على أساس اختيار أصوات مميزة بين كل المتسابقين. الآن طبعاً في البرايم الأخير نحن نقدر نقيس، وحتى الجمهور وحتى هم أنفسهم متسابقين يقدروا يقيسوا مستوى تقدمهم في البرنامج، شو اللي استفادوا بيطبقوه على أرض الواقع. في السارة الثالثة كان في ملاحظات من لجنة الحكم أو لجنة التحكيم، في ملاحظات من المدربين، حتى في ملاحظات من المتابعين من المتسابقين على الأداء بشكل عام. أعتقد في السهرة الأخيرة بيكون وصل المتسابق إلى مرحلة المفروض تلاشى كل هذه الملاحظات، خلينا نقول. فأعتقد السهرة النهائية صراحة راح تكون بضغوطاتها، بالستريس تبعها مع المنشدين، مع هم الوصول إلى مركز متقدم، بس بنفس الوقت وصلوا لمرحلة صراحة أصبحوا نجوم في هذه المرحلة، فالمفروض يقدموا عمل مميز، عمل كأنه نجم وليس متسابق. أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا أنس الغريب سلام عليك. شوف هون الأفلة، أنت دائما لما بيعطيك الكورال بعد الانتهاء من العمل الأول والتسليم للعمل الثاني بيعطي الكورال تسليم من آخر تون استخدم في العمل الأول، فبيعطيك استقرار دائم لهذا التون. أنت المفروض تأخذ هذا التون كسلطنة، وهو تون مثل التون الأول اللي أنا بعطيك إياه، فبيعطيك دافع وسلطنة للبدء في الموال بتون صحيح وبجملة موسيقية صحيحة. اللهم صلي على المصطفى اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. شوف حمد، أنا هذا العمل صراحة فيه جمل يعني تركيبتها اللحنية ضمن كل ميزور أو مقياس موسيقي في جملة، فبيعطيك وزن رباعي. شوف إذا أنا بدأت مثلا بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة، شايفه كيف؟ يعني تخيل هذا واحد يسار اثنين يمين ثلاثة أربعة، فدائما عند الرابع أو بداية الأول اللي هو الواحد بده يكون في ضغط على الحرف الغنائي، يعني مثلا صل الله، شوف الله هم صلي على المصطفى، في ضغط حتى بيعطيك شبه توقيع على العمل من خلال الجمهور، حتى ممكن يصير يسقف معك، فبيعطيك وزن للعمل. أول حاجة التأثير باين في الاختيار، ودي كانت المرحلة الأهم والأصعب، لأن الأناشيد كتير والأغاني كتير والكلمات كتير،
بس كون ان انت تختار حاجه تليق لصوته وتليق لفنه ولوقفته وطريقته وموده ومساحته الصوتيه، وفي نفس الوقت تبقى بترضي الجمهور وترضي لجنه الحكم، واحنا كمدربين نحاول نوصل كل منشد فيهم انه يبقى فعلا يستحق ياخد الاول، هي دي كانت السنه دي فعلا صعبه، والحمد لله اعتقد والله اعلم ان احنا وفقنا فيها. الحمد لله الذي بعث فينا نبيا مرسلا وزانه بالجمال مكملا وصلى عليه الله وصلى عليه ايوه وصلى عليه مدى الأيام ما حن مشتاق إلي إلي أيوة وسلم طلعة الله 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 تبين لي بتدبيرك الله الله تبين لي بتدبيرك الله 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 عجب. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي شويه بس انا عاجبني ان انا المهم عندي دلوقتي واحنا بنتدرب الفكره ثبات الافكار والجمل اللحنيه، الجمل اللي احنا اللي اشتغلنا عليها واللي انت كتبتها ولحنتها وعملنا وسوينا والتفاصيل، وبس في نقطتين واحنا بنسلم بين الكورال بنغير الادوار بين الكورال الله الله ويا ربي ارحم يا ايوه ما تنساش بقى ايه وانت بتغير الادوار تبدا الاذان فكره الاذان من بدري عشان خاطر لما تيجي الله يفتحها عليك عشان الله الوقت 3 دقائق 3 دقائق عشان خاطر المخرج ما يقفلش علينا إعلان لقب منشد الشارقة سيكون من نصيب من؟ بدر على عرش الجمال تربع فنفر قاد عن العيون ولوع فيا مدرك وقلت يا أملي في كل نعمة يا من علي مدى الأيام أعتمد ارفع رايت عزك دينك نور الحق ضوش بينك من يوم اللي ابتدى تكوينك كان الدين الإسلامي أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا إذن المركز الثالث في منشد الشارقة
في الموسم الرابع عشر سيكون من نصيب ليبيا محمد الوافي. ليبيا محمد الوافي في المركز الثالث. المركز الثاني لبنان عبد الله العمري. تحية لعبد الله، تحية لعبد الله العمري من لبنان. منشد الشارقة في الموسم الرابع عشر سيذهب لمنشد واحد وسيحتفل به أكثر من 100 مليون مصري. يحيى نادي.